فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا لا يجد الإنسان ماء ولا ترابا، فماذا يصنع إذا أراد الصلاة؟ صلي على حسب حاله، ولو بلا وضوء وبلا تيمم، ولا يترك الصلاة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.